كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب سيد عدنان عبد الصمد بعد اجتماع اللجنة مع الإدارة العامة للجمارك عن العديد من الملاحظات الإدارية الخاصة بالهيكل الوظيفي لها، إضافة إلى ملاحظات على أحد العقود الخاصة بنظام التشغيل والصيانة بالإدارة. مع الأسف لخبطة في قضية الهيكل الإداري، وكان هناك بعض الموظفين في وظائف إشرافية على الرغم من عدم وجود هذه الوظائف الإشرافية في الهيكل التنظيمي. قضية إن اختلاط بين الشؤون، تشابك بين الشؤون المالية والشؤون الإدارية، الشؤون الإدارية تقوم بأعمال الشؤون المالية وغيرها، مع الأسف من يقوم بعملية التطوير وتشغيل الخدمات المساندة للعمل الجمركي لجميع مرافق إدارة الجمارك شركة واحدة هي اللي تقوم بهذه الخدمات، وعندها عقد لمدة 25 سنة مع إدارة الجمارك، وهذا العقد أيضا عليه ملاحظات كثيرة جدا ونقاط ضعف. الشركة الآن رافع تعويضات على إدارة الجمارك، تطالب إدارة الجمارك بمبلغ ما يقارب من 800 مليون إلى مليار دينار.